أقامت شركة نفط البحرين بابكو السبت الماضي 28 من يوليو لعام 2012 وبرعاية وزير الدولة لشؤون الكهرباء والماء عبد الحسين ميرزا وقائع الندوة الرمضانية للعام الرابع على التوالي بنادي بابكو في العوالي في إطار حرص الشركة على تشجيع الحركة العلمية والبحثية ودعم مسيرة العلم من أجل ترسيخ دعائم النهضة المباركة في مملكة البحرين. ويأتي تنظيم الندوة في إطار أنشطة وفعاليات بابكو خلال الشهر الفضيل وحرصها على استضافة الندوات العلمية المفيدة التي تتطرق إلى قدرة الله في خلق الكون والتفسيرات العلمية للظواهر الكونية. دابت الجمعية الفلكية البحرينية على عقد ندوة رمضانية كل عام بالتعاون مع شركة بابكو، وهذا العام سوف تكون الندوة عن الحياة في الكون. سوف أتحدث عن البرامج التي قام بها الإنسان منذ بداية الخمسينيات من القرن الماضي وحتى الآن للاتصال بحضارات عاقلة في الكون، وكذلك بالبرامج المستقبلية التي طورتها الناسا والإيسا اللي هي وكالة الفضاء الأمريكية وكالة الفضاء الأوروبية بالفعل تحويل هذا الحلم إلى حقيقة خلال 50 سنة القادمة. جيد أن يكون هناك لقاء واحد في شهر رمضان يضم موظفي الشركة، عملاء الشركة، متعاملين مع الشركة، للجمهور كذلك أن يجلسوا في مدة 3 ساعات ندوة تضم آراء دينية ثم 3 محاضرات علمية، لكن كلها لها علاقة بالكون وهذه الحياة الدنيا وكوكب الأرض، وعادة يكون فيها مساحة للخلاف في الرأي. حضر فعاليات الندوة رئيس مجلس إدارة شركة بابكو عادل المؤيد ونائب الرئيس التنفيذي للتكرير والتسويق إبراهيم طالب ولفيف من أعضاء الهيئة الإدارية بالشركة، كما حضر الندوة عدد من أعضاء مجلس النواب. شارك في وقائع الندوة نخبة من الأساتذة والباحثين وعلماء الدين الأفاضل بالتعاون مع الجمعية الفلكية البحرينية، واستهدفت الندوة إثراء الجو العلمي خلال شهر رمضان الفضيل، وتضمن برنامج الندوة عددا من المحاضرات. وألقى عميل الدراسات العليا والبحث العلمي بالجامعة الأهلية ورئيس الجمعية الفلكية البحرينية شوق الدلال محاضرة بعنوان الإنسان والبحث عن حياة عاقلة في الكون. كما ألقى أستاذ الفيزياء بجامعة البحرين ونائب رئيس الجمعية الفلكية البحرينية وهيب الناصر محاضرة بعنوان كوكب الأرض المكان الأمثل للبشرية وللتطبيقات الفلكية. بعدها ألقى مدير عام الاستكشاف وهندسة البترول بشركة بابكو أنور خلف محاضرة بعنوان طوفان النبي نوح سببه تسونامي عالمي. ثم قام بعدها الشيخ علي مطر والشيخ عبد المحسن العصفور بالتعقيب على الندوة، وقد تخللت الندوة فقرة الرصد الفلكي، وتم اختتام الندوة بعقد حلقة نقاش. مبادرة طيبة وتشكر عليها شركة بابكو، ونأمل أن يكون لها دور ريادي في المستقبل القريب، خاصة أن التجربة التي تم اختزالها خلال السنوات 3 الماضية قد وفرت أو جعلت هناك الرغبة في تطوير هذه الندوة وتوسيعتها لتكون لها دور ريادي على مستوى المملكة، بل ودعوة شخصيات من دول الجوار. جهد مشكور للشركة خاصة في شهر رمضان مع الروحانيات التي يعيشها الناس، فتتعلق أو تتكلم هذه الندوات وتركز هذه الندوات على الجانب العلمي والجانب الشرعي، وتتناول الكون بأسره سواء كان العالم العلوي بما فيه من مخلوقات ومن كواكب ومن غيرها، وسير هذه الكواكب ومدى تأثيرها على الأرض، وأيضا العالم السفلي. وهذا العام بمشيئة الله تبارك وتعالى ندوة هذه الليلة سوف تكون عن الحياة في الكون. وفي ختام الفعالية توجه المؤيد بالشكر والتقدير إلى الوزير ميرزا على رعايته الندوة،
كما شكر الحضور والعلماء ورجال الدين الأفاضل الذين شاركوا في الندوة وأسهموا في إثراء مضمونها.